مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج حديث الجزائر. في افتتاح الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بجدة السعودية، جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من خلال كلمته التي ألقاها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، جدد التزامه بمواصلة استكمال مسار المصالحة الفلسطينية وحشد الدعم المطلوب لافتكاك دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة. كما رحب الرئيس تبون باسترجاع سوريا مقعدها في الجامعة، مثنيا على الدول العربية التي ساندت مسعى بلاده وعلى رأسها السعودية. ولدى تطرقه إلى الأزمة السودانية، ذكر الرئيس تبون في كلمته بالمبادرة التي طرحها بدعوة منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة إيجاد للمسارعة في التدخل من أجل عودة السودان إلى المسار السلمي بعيدا عن أي تدخل خارجي. هذا وأعلن الرئيس تبون عن تنظيم الجزائر الندوة العلمية الأولى حول الأمن الغذائي في الوطن العربي الشهر الجاري، قصد الخروج بمشاريع ملموسة تمهيدا لحل مشكلة الأمن الغذائي في الوطن العربي. أهلا بكم من جديد. إذن مشاهدينا الأفاضل، الحديث أكثر حول هذا الموضوع، أسعد باستضافة معي هنا في البلاطو الدكتور فيصل مقدم، أستاذ القانون الدبلوماسي والعلاقات الدولية. دكتور، مرحبا بك معنا مرة أخرى. شكرا جزيلا على الدعوة والاستضافة. أهلا وسهلا. أيضا في البلاطو يحضر معنا الدكتور عبد المالك بالغربي، أستاذ العلاقات الدولية. أستاذ أهلا، مرحبا بك معنا اليوم. وبك مرحبا، شكرا على الاستضافة، تحية لك. أهلا. وأيضا يلتحق بنا الدكتور محمد حسن دواجي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة مستغانم. دكتور محمد أهلا، مرحبا بك معنا اليوم. مرحبا أستاذ أمين لك وضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. طيب دكتور فيصل، المستهل كان بالإعلان على أن الجزائر ستنظم في هذا الشهر الندوة العلمية الأولى حول الأمن الغذائي في الوطن العربي من أجل الخروج بحلول متعلقة بهذه الأزمة والنهوض بالوطن العربي من أجل الاكتفاء بخاصة الغذاء وتأسيس لمشاريع جادة وعلمية ومدروسة. طيب، هو التزام علمي ورهان يضاف إلى مجموع الرهانات والالتزامات التي تبنتها الجزائر خلال منذ قمتها، قمة نوفمبر الماضي، وما يعرف عن الجزائر بأنها دائما كانت دائما ومساهمة للوطن العربي. كيف تقرأ بداية هذا المقترح المتعلق بندوة الغذاء شكلا ومضمونا ومن ناحية التوقيت؟ نعم، هو هذا المقترح يضاف إلى باقي المقترحات التي كانت اليوم في رسالة السيد رئيس الجمهورية، والتي كانت رسالة قوية وقوية جدا بما تحمله من أبعاد ومن عناوين عريضة وكبرى لقمة الجزائر في دورتها 31. قمة الجزائر التي أسست وعملت وقامت بتوطئة العمل العربي المشترك. هذا النهج الذي سلكته الجزائر في القمة 31 نجد له أبعاد استراتيجية وأبعاد اقتصادية وأبعاد أمنية، كيف لا، والجزائر التي نالت شرف لم الشمل العربي، الجزائر التي نالت شرف الالتئام واللحمة العربية، الجزائر التي نالت شرف التكامل العربي. اليوم نجد ذلك تجسد في كل مداخلات القادة العرب، أين يعني برزوا دور الجزائر وقاموا على إبراز هذا الدور المحوري الذي ساهمت من خلاله الجزائر في توحيد الصف العربي. اليوم كانت رسالة السيد رئيس الجمهورية تضمنت عدة محاور. صحيح. محاور أبرزها الأمن الغذائي، لأن الرهان اليوم هو الأمن الغذائي والأمن الطاقوي بعدما شهدته البيئة الدولية وهذا المخاض الدولي من تعددية قطبية ومن استقطاب ومن تجاذبات دولية. اليوم لا بد من البيئة العربية أن تتموضع، أن تجد لها موضعا ضمن هذا السياق الدولي الحرج، لأنه بالفعل السياسة الدولية اليوم تمر بفترة حرجة وحساسة،
وعلى الوطن العربي ان يعني يكون مدرك، يكون مدركين وعلى درايه كامه بهذا ان صح التعبير، بهذا التهديد الذي يهدد الوطن العربي والمجتمع الدولي قاطبه. اذا اليوم هذا الرهان من طرف الجزائر كانت قد اسست له في الدوره 31، وها هو اليوم يطرح مجددا في قمه جده في دورتها 32 ليكون في جدول اشغال القمه، ليكون معروضا على القاده العرب من جديد حول سبل يعني تحليله وسبل دراسته وإيجاد الآليات الكفيلة، لأن اليوم الأمن الغذائي الذي يمس، لأن الجزائر دائما ترافع لأجل الوطن العربي والمواطن العربي على حد سواء. صحيح. إذا كان المواطن العربي في ظل هذه التجاذبات لابد من حمايته، لابد من إيجاد آليات للخروج من هذا المأزق، لأنه بالفعل التهديد اليوم سوف يصل لا محالة كل الوطن العربي. إلى كان اليوم شفنا هذه الآليات التي تحاول الجزائر من خلالها إدراج الآليات العملية، لأن الجزائر لا تريد أن تبقى مجرد شعارات وإعلانات على مستوى الرؤى، وإنما يعني شفنا الرسالة، لا بد من تجسيد العمل العربي، لا بد من تفعيله على أرض الواقع، لا بد من إيجاد يعني صندوق نقد العربي. في كلمة الوزير الأول أنه الندوة سيحضرها خبراء ومختصين من أجل الخروج بمشاريع علمية. نعم، هذه هندسة للعمل العربي المشترك في هذا الإطار، لأنه بالخبراء والمختصين هم الذين يعني يجدون الآليات والسبل إلى تطوير العمل الاستراتيجي والعمل يعني الذي يخص الأمن الغذائي، لأنه اليوم الأمن الغذائي هو المهدد الوحيد. صحيح. في ظل الأزمة اللي شفناها اليوم حول العالم، وبالتالي الجزائر تحاول أن تمهد الطريق لأجل إيجاد الآليات الكفيلة. نعم. بهذا النهج. طيب دكتور حسن دواجي، إذن تكملة لما جاء في السؤال الأول وجواب الأستاذ فيصل، نتحدث وتحدثنا عن مسائل الجزائر من أجل التأسيس الكثير من المشاريع المبادرات العملية والعلمية للوطن العربي وإيجاد حلول فعلية. من الناحية التقييمية كيف نقيم اليوم دور الجزائر ومساعيها العربية؟ نعم أستاذ أمين، أظن أنه تقييم الجزائر للعمل العربي ودورها في الجامعة العربية كهيئة دولية وفي العمل العربي بصفة عامة، أولا يجب التنويه أنه الجزائر أولا قامت منذ سنوات يعني على إعادة بعث دورها القوي في المنطقة العربية. أولا الجزائر حاولت الاستثمار في يعني رصيدها الدبلوماسي ورصيدها السياسي الذي هو مليء بالاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعربية، وكذلك عدم الاصطفاف مع أي طرف من الأطراف المتصارعة سواء داخل الدول بعين ذاتها أو داخل المنظومة العربية التي يعني تشكلت فيها يعني فئات عديدة وأقطاب عديدة تتصارع فيما بينها. هذا منح للجزائر نوع من المصداقية والقوة الفعلية التي كرستها في السنتين الماضيتين، وخاصة بعد في أثناء تحضيرها للقمة العربية في تقريب وجهات النظر. أولا الجزائر قامت بإعادة بعث العمل العربي، كل الناس تدري وتعلم أنه منذ سنوات عديدة كان هناك إضمحلال وذوبان لدور الجامعة العربية والعمل العربي المشترك، كان لا يمكن من المستحيلات السبع جمع القادة العرب في قاعة واحدة وطرح الملفات المطروحة. كانت هناك أزمة من اليمن بسوريا بلبنان بالسودان بليبيا في الكثير من الدول جيبوتي وإلى آخره، كل هذه الدول شهدت صراعات ومشاكل عديدة، كان الغائب الأكبر هو الدول العربية. الجزائر أعادت أولا بعث العمل العربي المشترك. ثانيا الجزائر قامت بعمل تاريخي مشهود، وهو إعادة ترتيب أولويات المشاكل والمسائل العربية. أولا إعادة طرح القضية الفلسطينية وإعادة دورها ومكانتها كقضية أولية ومحورية بالنسبة للعالم العربي. طيب سنتحدث في نقطة أخرى عن محور فلسطين، كان محور مهم، تقيمون أداء الجزائر بأنه كان فعال وإيجابي إذن دكتور؟ نعم فعال وإيجابي، يعتبر نقلة نوعية بمحاولة إعادة بعث الإصلاح الجامعة العربية عن طريق طرح أفكار. نعم.
مسألة الغذاء، مسألة إنشاء آلية اقتصادية وتكامل عربي، وكذلك الـ 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 يعني التواجد المستقبلي في إطار إعادة بعث القوى وتشكل قوى جديدة في العالم. وبالتالي الجزائر أصبحت لها منهج في نظرة إلى العمل العربي المشترك، جد واقعية وجد عملية ترتكز أساسا على العمل وليس البيانات وعلى خطى برنامج. طيب دكتور عبد الملك، الدعوة إلى تعبئة الطاقات التمويلية العربية لا سيما صندوق النقد العربي والصناديق العربية القائمة على لمساعدة الدول الأعضاء والتي هي في أمس الحاجة لهذه المساعدات، أي أبعاد لهذا المقترح بالذات؟ نعم طبعا، الكلمة التي جاءتنا التي ألقاها السيد الوزير الأول نيابة عن رئيس الجمهورية اليوم في القمة 32 التي احتضنتها المملكة العربية السعودية، يعني جاءت ببدء خلينا نقول أنها جاءت مركزة وشملت بنود، يعني بمعنى أن بمعنى أنها هي مكملة لمخرجات أو لإعلان الجزائر للقمة 31 في الجزائر. الجزائر اليوم في حديث، نعم في كلمة الرئيس الجمهورية قال بأن لا يمكن الحديث، لا يمكن أن نتحدث عن التطورات الإقليمية بمعزل عن التطورات التي يشهدها العالم من توجه نحو عالم متعدد الأقطاب على أنقاض نظام القطب الواحد. وبالتالي أشار في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية وما خلفته من آثار لا سيما على الأمن الغذائي والأمن الطاقوي، وهنا أشار إلى ضرورة أن تلعب المؤسسات العربية أو الجامعة العربية دورها انطلاقا من صندوق النقد العربي وكذلك الصناديق العربية الأخرى في محاولة لمساعدة الدول العربية التي عانت أو تأثرت من الأزمة الروسية الأوكرانية، لا سيما فيما يخص أمنها الغذائي وأمنها الطاقوي. أكيد أن الدول العربية بإمكانها أو لهذه المؤسسات ومن بينها صندوق النقد العربي بإمكانه أن يلعب دور ومساعدة الدول العربية وإخراجها من أزماتها الحالية. إذن كما أنا أشاطر يعني رأي الأساتذة الأفاضل، الجزائر مقاربة الجزائر هي مقاربة واقعية. الجزائر شددت على أنه يجب أن ننطلق من أن نعالج المشاكل والتحديات العربية من مقاربات غير تقليدية، بمعنى أننا نركز على مشاكل التي تخص المواطن العربي اليوم، وهو مسألة الأمن الغذائي، مسألة مهمة جدا. أستاذ محمد، أشرت في البداية إلى أن الجزائر بدأت الآن في مرحلة تنفيذ وتجسيد بنود مخرجات القمة العربية 31، لما أشارت إلى أن الأمن الغذائي لابد أن يكون على رأس أولويات أو انشغالات البلدان العربية. اليوم هي في خلال الشهر الجاري ستحتضن الندوة العلمية الأولى للأمن العربي المشترك. وأيضا أعتذر دكتور، نقطة التمويل، أن يكون التمويل العربي عربيا. نعم. كيف تقرأ هذه النقطة بالذات وتأثيراتها على السياق العام العربي والتفاعل العربي وأيضا أنه يكون الوطن العربي كتلة في ظل كل التغيرات العالمية؟ أكيد نعم، نظرة الجزائر تدرك جيدا بأن البلدان أو الوطن العربي غني جدا، يعني بمعنى أن البلدان العربية تملك جميع الإمكانيات وجميع الثروات وجميع كل الإمكانيات التي تتركها بعيدة عن تبعيتها للمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى. وبالتالي بإمكان الدول العربية الآن من خلال تفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك بأن تفعل هذه المؤسسات، لا سيما هذه المؤسسات المالية. وبالتالي أرى أنه هذه المقاربة الأنجع، لأن الجزائر تدرك جيدا بأن الارتباط بالخارج وبالمؤسسات الدولية الأخرى دائما ما وضع البلدان العربية، العديد من البلدان العربية، رهينة شروط هذه المؤسسات. دكتور فيصل، أيضا كان شعار الجزائر في القمة الماضية لم الشمل العربي، بذلت لأجله الكثير طيلة الفترة الماضية من نوفمبر الماضي، تقريبا حوالي 8 أشهر بذلت إليه الكثير، كللة خاصة بتوحيد الصف الفلسطيني هنا في الجزائر والإعلان الشهير الذي تم إمضاؤه هنا في الجزائر، تم التأكيد عليه أيضا مرة أخرى في هذه السانحة في القمة 32 في السعودية. فأي نتساءل اليوم، أي واقع باتت تعرفه القضية الفلسطينية في الوطن العربي؟
نعم سيدي المحترم، الجزائر بالفعل بذلت الكثير لكن حققت الكثير. صحيح. اليوم على مستوى قمة جدة الدورة 32 كل الزعماء العرب أشادوا بالدور الريادي للجزائر، أشادوا بلم الشمل، أشادوا بإعلان الجزائر الذي كلل وتوج بلم الشمل الفلسطيني، يعني باش تجد 14 فصيلة فلسطينية تحت سقف الجزائر التأمت وكانت يعني صف واحد وبصوت واحد تنادي على إعلان الجزائر، ليس بالأمر الهين، لأنه هذا كان يعني مسعى وخلال جهود كبيرة وجهود كبيرة للدبلوماسية الجزائرية. الدبلوماسية الجزائرية سيدي المحترم لا تبحث عن الألقاب، وإنما الدبلوماسية الجزائرية تؤدي واجبها من خلال مبادئها الثابتة ومرتكزاتها في سياستها الخارجية. لذا اليوم شدد السيد رئيس الجمهورية في رسالته القوية، وأقول قوية جدا، على أن الجزائر كرست وسخرت كل دبلوماسيتها لأجل القضية المركزية، القضية الأم، القضية المركزية للجزائر شعبا وحكومة، وهي القضية الفلسطينية. لأنه اليوم نحن ونعيش آلام الفلسطينيين، نتألم بما يتألمون ونألم بما يأملون، لكن الملفت للانتباه أنه دائما الجزائر السباقة في أي بيان ضد الكيان الصهيوني، سواء أمام الجمعية العامة أو مجلس الأمن، وبالتالي البيان يكون دائما شديد اللهجة، لا تكون لغة المجاملة ولغة العواطف. نعم. هذا طيب، وهذا واضح، وهذا ديدان الجزائر. نتساءل أي واقع باتت تعيشه القضية الفلسطينية اليوم بعد كل هذه الجهود التي بذلتها الجزائر؟ اليوم تبقى الإرادة السياسية للفصائل الفلسطينية. إذا كان هناك يعني إرادة تجسيد للإرادة الفلسطينية بين الفصائل الفلسطينية أنفسهم، هذا كفيل بأن يكون هناك صوت واحد فلسطيني يرافع لأجل القضية الفلسطينية، تكون هناك يعني إن صح التعبير بناء الدولة الوطنية، لأنه بناء الدولة الوطنية كفيل بكذلك ببناء السياسة الخارجية، لأنه السياسة الخارجية دائما ما تكون مرآة للسياسة الداخلية. الجزائر تدعم القضية الفلسطينية، لكن على أبناء هذه الوحدة الفلسطينية أن كذلك أن يلتئموا، أن يناضلوا، كذلك أن يرافعوا. اليوم شفنا حتى كلمة محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية كانت كلمة جريئة ضد الكيان الفلسطيني، وبالأمس في الأمم المتحدة على أن تنتزع عضوية الكيان الصهيوني إذا كان لا يحترم الشرعية الدولية، إذا يعني كانت القضية الفلسطينية باتت تأخذ حيز ومساحة كبيرة. نعم، في النقاش العربي اليوم. نعم، لأنه هناك ترسانة من القرارات. نعم. سواء قرارات صادرة من الأمن أو اللوائح الجمعية العامة كلها لم تطبق على الأرض، لأنه لا يوجد يعني أي قانون دولي أو شرعية دولية تكفي الحماية الدولية، الحماية الإنسانية للشعب الفلسطيني. نجد اليوم معاناة يومية، القصف الأخير على غزة الذي راح ضحيته مدنيين أطفال ونساء، وبالتالي اليوم الكل يطالب، حتى المجتمع الدولي، شفنا المجتمع الأوروبي كذلك، إفريقيا، الوطن العربي، الكل يناضل من أجل القضية الفلسطينية، لأنها قضية عادلة، قضية حق شعب فلسطيني يرافع لأجل حقه في الاستقلال. طيب. وليس إلا الاستقلال. طيب دكتور محمد، الجزائر أيضا جددت مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني وتوقيف العمل الإجرامي للكيان الصهيوني وما يقترفه من اغتصاب الأراضي. من هنا نتساءل عن ما هو مطلوب من المجموعة العربية حتى يتم البلوغ لهذه الغاية. أظن أنه مطالبة الجزائر المجتمع الدولي ب يعني نبذ ووقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين ليست جديدة، بل هي مطالب قديمة جديدة. الجزائر يعني منذ الاستقلال وهي تساند القضية الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة وفي كل المنظمات الدولية، وتستعمل كل المنابر، وتستعمل كما قال السيد رئيس الجمهورية في كلمته التي ألقاها الوزير الأول دبلوماسيتها، وتسخر دبلوماسيتها وكل علاقاتها لصالح القضية الفلسطينية. أظن أنه المطلوب من المجموعة العربية وهو توحيد الصف، وربما العمل على الضغط أكثر على المجموعة الدولية. اليوم هناك تغيير في موازين القوى الدولية، هناك إعادة تشكل أو بوادر تشكل نظام عالمي جديد للدول العربية القدرة على التأثير فيه. الدول العربية دول نفطية أو من أهم مزودين العالم بالنفط، الدول العربية تملك من المقدرات الاقتصادية والمقدرات السياسية ومن التواجد ومن الممرات الاستراتيجية التي يمكنها أن
تساعدها على قول كلمتها في صالح دعم القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية اليوم أصبحت قضية دولية، ليست فقط قضية العرب أو قضية المسلمين، هي قضية إنسانية بامتياز. إذا كانت هذه الدول الغربية أو الدول العالمية أو في أروقة الأمم المتحدة الدول الكبرى التي تسيطر على القرار الدولي تبني مجد على احترام حقوق الإنسان واحترام الإنسان، فأظن أنه يجب أن تبرهن على هذا من خلال القضية الفلسطينية. هناك انتهاك كبير طيب نعم، وهذا فعلا هناك انتهاك كبير، لكن ما هو المطلوب اليوم من الوطن العربي ككتلة عربية من أجل تجسيد هذا المسعى الذي تناظر من أجله الجزائر أن يستمر وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه فلسطين؟ على الأقل وعلى الأقل الرجوع إلى 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 آخر اتفاق جمع العرب حول القضية الفلسطينية، وهي مطروحة في قمة 2002، وهي الأرض مقابل السلام. الجزائر تنادي دائما بأن يكون للعرب صوت واحد وموحد في مسألة القضية الفلسطينية، لأنها التزام تاريخي وأخلاقي من كل الدول العربية. لا يمكن بعد كل هذه السنوات أن يترك الفلسطينيين لوحدهم بعد أن كانت هذه القضية قضية تتبناها أغلب الدول العربية. يجب أن يكون التزام العرب أو صوت العرب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو التعامل مع القضية الفلسطينية والكيان الصهيوني صوت واحد. يجب وقف نزيف أو هذه القضية، يجب وقف مسألة التطبيع الغير مدروس ومسألة المنح المجاني للكيان الصهيوني أو منحهم مجانا حق الوجود وشرعية مجانية دون تحصيل المطالب الفلسطينية، لأن الكيان الصهيوني ليس فقط مضر بمصالح الفلسطينيين بل هو مضر كل العالم. لاحظنا استفاقة إفريقية وكان وراءها الجزائر من طرد هذا الكيان الاتحاد الإفريقي، لأنه وأغلب هذه الدول الإفريقية ليست دول مواجهة، ليست دول مسلمة، ليست دول عربية، ليست لها نعم واضح. طيب وصلت الفكرة دكتور محمد. نعم أستاذ عبد الملك، شعار لم الشمل الذي رفعته ناضلت لأجلها الجزائر تجسد أيضا باستعادة سوريا مقعدها الطبيعي في الجامعة العربية، وبات الأمر اليوم حقيقة، وكما شاهدنا اليوم أن الرئيس السوري بشار الأسد قدم كلمة بلاده بعد غياب 12 سنة عن الجامعة العربية. إذن الجزائر تنجح اليوم في مسعاها، وأصبح مقاربتها هي التي ودعواها التي كانت منذ البداية أن تعود سوريا إلى مكانها الطبيعي نجحت. كيف سيسهم هذا الإنجاز اليوم في شكل العمل العربي مستقبلا وفي التعاطي الجماعي مع الأزمات والقضايا الداخلية؟ صحيح نعم، ربما لو نعود إلى بنود أو إعلان الجزائر في القمة 31، لما الجزائر كانت تستعيد لاحتضان القمة 31، الجزائر الدبلوماسية الجزائرية لعبت دور كبير آنذاك وأرادت أن تقنع جميع الشركاء العرب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية. وقلنا آنذاك، تحدثنا وقلنا بأن مسألة عودة سوريا إلى البيت العربي هي مسألة وقت فقط، لا سيما وأن خاصة في 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 خضم التقارب الذي حدث بين المملكة العربية السعودية وكذلك إيران في الصين. قلنا بأن هذا التقارب سيمهد لحل حالة العديد من الأزمات في منطقة الشرق الأوسط. الدبلوماسية الجزائرية بالعودة إلى عودة سوريا، الجزائر لعبت دور كبير جدا، واليوم لاحظنا ذلك لما أشار السيد الوزير الأول في كلمة رئيس الجمهورية إلى أنه الجزائر سعت بكل يعني رمت بكل ثقلها من أجل عودة سوريا، لأن سوريا تمثل قلب العروبة. سوريا هي دولة مؤسسة للجامعة العربية. صحيح. وبالتالي للتغلب ولتجاوز وللتحديات والمشاكل العربية لا بد من 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 طي خلافات نضع الخلافات جانبا. وبالتالي أرى أنه الجزائر ساهمت أو لعبت دور كبير، وكل العرب عادوا إلى نقطة أن المقاربة الجزائرية والنظرة الجزائرية والطرح الجزائري هو الأصوب خلال القمة السابقة. اليوم تجسد هذا في عودة سوريا بعد 12 سنة. طيب. نعم بعد 12 نعم سنة. من خلال هذا المعطى الجديد وعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية، كيف سيكون شكل العمل العربي مستقبلا؟
اكيد نعم الان متوقف. نعم اذا لاحظنا اذا عدنا يا استاذ محمد الى اعلان الجزائر وكذلك اليوم اذا قارناه مع اعلان قمه جده نلاحظ انه اعلان جده هو مكمل لاعلان الجزائر في نوفمبر الماضي، بمعنى انه التركيز على ام القضايا وهي قضيه فلسطين. اليوم حتى في كلمه السيد نعم كلمه رئيس الجمهوريه لاحظنا بان قضيه فلسطين اخذت الحيز الاكبر في كلمته من بين جميع الوفود، يعني من جميع القاده والرؤساء المشاركين في القمه في جده. اليوم ركزت على القضيه المركزيه. الجزائر اليوم ترى بانه من اجل معالجه المشاكل العربيه لابد من التوجه الى حلول عمليه تطبيقيه. يمكن مثلا نعم ان نتجاوز الخلافات العربيه بالطرق السلميه من خلال اشار اليوم السيد الوزير الاول الى الازمه اليمنيه، الازمه في السودان، لما قال بانه لابد من تغليب لغه الحوار ولغه العقل، وهذا واحد من مبادئ الراسخه في الدبلوماسيه والسياسه الخارجيه الجزائريه، بحل لابد من حل النزاعات بالطرق السلميه. كذلك شددت الجزائر اللهجه بان بعدم التدخلات الخارجيه، لان التكلفه كبيره والاحداث او انه التجارب في الوطن العربي كثيره في ليبيا وفي سوريا وفي غيرها. يعني في الاخير ان المقاربات الجزائريه هي من كانت على حق. صحيح نعم المقاربه الجزائريه هي الاصوب، ولكن المشكله الان المشكله تكمن في تنفيذ بنود ومخرجات القمم العربيه. القمه 31 خرجت بمجموعه من البنود. هل الدول العربيه اليوم لديها الاراده السياسيه بان تسعى لتنفيذ هذه؟ السؤال هنا يبقى مطروح. طيب. انتقل الى الدكتور فيصل. السودان ايضا كانت حاضره في كلمه رئيس الجمهوريه التي القاها الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمن من خلال التذكير بالمبادره التي طرحتها اقول الجزائر من خلال دعوه مجلس الهيئه الامميه وايضا ايجاد وايضا الاتحاد الافريقي لدعوه الاطراف المتصارعه في السودان الى تغليب لغه الحوار. اذا من هذا الباب ومن خلال المبادرة والمقاربات الجزائرية لحل الأزمات التي لطالما كانت كما قال الدكتور كانت هي الأصوب والأنجح، هل الأمر أيضا سيكون بالنسبة إلى الأزمة السودانية؟ نعم اليوم الأزمة السودانية كانت حاضرة بقوة في جدول أعمال القمة 32، لأنه اليوم الأزمة السودانية التي يعني شهدت ضحايا ونازحين ولاجئين اليوم كانت محور اهتمام القمة. اليوم الجزائر دائما رافعة لأجل الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي. اليوم الجزائر نجدها تكرس أو المقاربة الجزائرية حاضرة بقوة، مقاربة الحوار يعني إعمال لغة الحوار وإبعاد لغة إسكات البنادق، كذلك إبعاد الخيال العسكري، لأن الاقتتال بين الشعب السوداني بين أطراف المدنيين ليس لا من هو الخاسر ومن هو الرابح، وبالتالي الكل خاسر. اليوم تحاول الدبلوماسية الجزائرية التي حاولت في الأشهر الفارطة يعني أن ترافع أمام الأمم المتحدة، أمام الاتحاد الإفريقي، كذلك أمام منظمة الإيجاد للتدخل لغرض إسكات صوت البنادق، كذلك لإيجاد حل وتقريب وجهات النظر حتى يعني الولوج إلى الحوار واللجوء إلى المفاوضات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتقاتلة. لأنه اليوم إذا كان هناك الفوضى السياسية هذا يجعل يعني يكون في منأى عن التنمية، والجزائر التي كانت ترافع لأجل تنمية الوطن العربي وتنمية إفريقيا ها هي اليوم نجد معضلة الأمنية، المعضلة السياسية يعني تحول دون تنمية الوطن العربي، وبالتالي لا يمكن المرور إلى التنمية والفوضى السياسية والحروب الأهلية داخل الوطن العربي. اليوم الأولوية التي سطرتها الدبلوماسية الجزائرية في مقاربتها والتي تجد اليوم لها ترسيخا وتجسيدا في القمة 32 هي كذلك أن نعمل على لم الشمل الشعب السوداني في حد ذاته، على أن تكون الولوج إلى المفاوضات هي الحل وليس لغة البنادق، وبالتالي التنمية لا تكون إلا في ظل الاستقرار السياسي. يعني أن المقاربة الجزائرية أيضا
ترجح أنها ستكون الفيصل في الأزمة السودانية؟ نعم، بالتالي المقاربة الجزائرية كانت ولا تزال، لأن المقاربة الجزائرية يعني نابعة من المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية، وهي مبدأ عدم التدخل، مبدأ تقريب وجهات النظر، مبدأ الحل التفاوضي، مبدأ إعمال الحل التفاوضي وإبعاد الخيال العسكري. هذه المقاربة الجزائرية اليوم وجدت لها تطبيقا في جل المداخلات القادة العرب. طيب دكتور محمد حسن دواجي، إذن الرئيس تبون دعا أيضا إلى تعزيز العمل كمجموعة موحدة في ظل التحولات التي يشهدها العالم والتطورات المتسارعة التي تؤشر لظهور نظام دولي جديد متعدد الأقطاب. كيف تقرأ وتعلق على مطلب مثل هذا؟ هو مطلب واقعي وضروري إذا أردنا أن نخرج إلى بالعمل العربي إلى ما تطمح إليه شعوب المنطقة العربية. رئيس تبون في خطابه للقادة العرب يريد منهم أن نستغل هذه الفرصة التاريخية وهذا الانتقال التاريخي ليكون للعرب الدور والمكانة التي تليق بحجمهم وإمكانياتهم ودورهم في العالم. يريد أن يكون للعرب صوت مسموع عن طريق يعني وحدة الرأي ووحدة الصف واستغلال هذا الانتقال كما قلت الانتقال في موازين القوى لنكون بدورنا مجموعة من هذه أو قطب من هذه الأقطاب التي ستشكل مستقبلا موازين القوى الدولية. كل العالم يستفيد من خيرات الدول العربية سواء كانت خيرات طاقوية أو خيرات بشرية أو خيرات جيو سياسية. لماذا لا نستفيد منها نحن العرب ونحن نملك ما نملك من إمكانيات الوحدة والتاريخ والمشترك وكذلك في هذا الأمر هناك كذلك حتى دعم شعبي عربي لكل الأنظمة في لصالح الوحدة والتكتل والتعاون العربي. الرئيس تبون كذلك أشاد في هذه النقطة بتصفير الخلافات مع دول كثيرة مع إيران مع تركيا والتقارب الذي سوف يصب لصالح استقرار المنطقة والتوجه نحو تجسيد هذه المشاريع التنموية. الجزائر تملك من الخبرة كما قلت ومن الرصيد في الوساطات بين الأزمات الدولية ما يجعلها تقود الوطن العربي، وهذا ليس استصغارا من بقية الدول الأخرى الشقيقة الدول الشقيقة العربية الأخرى، لكن دور الجزائر هو دور محوري وكان دائما كدولة حافظ على الأقل نملك رصيد من الاستقرار السياسي مقارنة بدول عديدة. الجزائر مرت على أزمات يعني ما مرينا نحن به في العشرية السوداء في مقاومة الإرهاب لم تمر به أي دولة في تلك المرحلة، وهذا ما أكسب الجزائر خبرة وتحدي، وكذلك أعطى المقاربة الجزائرية وهي المقاربة التي تعمل على التعامل مع الدول وتقوية المؤسسات المقاربة المؤسسية. الجزائر كانت ترفض دائما التعامل مع المعارضة السورية ورفضت يوم منح مقعد سوريا لمجموعات تتعامل مع دول التي تتعامل مع مجموعات، والحمد لله 12 سنة صدقت المقاربة الجزائرية أتت سوريا بمقعدها وبمكانها في الوطن العربي. طيب دكتور محمد حسن دواجي، أستاذ عبد الملك بالغربي، هل يمتلك الوطن العربي ما يخوله أن يكون رقما وازنا في التوازنات الدولية اليوم؟ أكيد أكيد نعم، لا شك في ذلك. واليوم لاحظنا كما نعم بالعودة فقط إلى قلنا بأنه كلمة في كلمة السيد الرئيس اليوم ليت لها الوزير الأول أشار إلى أنه لا بد أن تكون للمنظومة العربية أو الوطن العربي دور في التوازنات الدولية الحالية. صحيح لو بالعودة إلى لمحطات التاريخ نرى بأنه الوطن العربي أو البلدان العربية لم تشارك في إقامة النظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. لاحظنا في خضم نظام الثنائية القطبية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي معظم الدول العربية كانت مستعمرة، حتى يعني مع انهيار الاتحاد السوفيتي وبروز نظام الأحادية القطبية الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية البلدان العربية كانت غائبة. اليوم الفرصة المواتية الآن العالم يتوجه ويخوض مخاض لتشكل نظام متعدد الأقطاب، وبالتالي
البلدان العربية يمكن أن تلعب دور كبير جدا، لا سيما في بعض التكتلات. نلاحظ مثلا لو نركز فقط على تكتل البريكس اليوم ك ك ك ك كأحد البدائل أو الخيارات المطروحة، والجزائر المستعدة للانضمام، والعديد من البلدان كالمملكة العربية السعودية التي بإمكانها وما تملكه من إمكانيات خاصة في المجال الإمكانيات الطبيعية الطاقوية كالبترول والغاز ورصيدها التاريخي يسمح لها بأن تلعب دور كبير في تشكيل وبناء النظام الدولي. إذن البلدان العربية بالعودة إلى إمكانياتها وحجمها ومساحتها وموقعها الاستراتيجي يمكن أن تلعب دور كبير، أو أن لاحظنا ربما في من خلال الأزمة أو الحرب الروسية الأوكرانية كيف لعبت المنطقة العربية دور كبير لا سيما فيما يخص الطاقة. اليوم نلاحظ بأن معظم الدول الأوروبية لجأت إلى البلدان العربية لسد الفراغ. إذن يمكن أن للبلدان العربية أو لا يمكن أن نبعد المنطقة العربية أو الوطن العربي، وهذا ربما يزيد المسؤولية والتحدي للمنطقة العربية. أكيد تكون على قدر هذا التحدي. نعم أكيد، وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية، لا بد من تعزيز العمل العربي المشترك. اليوم لا بد من طي الخلافات العربية. الآن العالم يتوجه نحو التكتلات، لاحظنا بأنه في خلال العقدين الماضيين البلدان العربية عانت الويلات. اليوم التداعيات كبيرة، ليبيا، سوريا، اليمن، اليوم السودان على فوهة بركان، وبالتالي الآن حان الوقت لتجاوز هذه الخلافات والتوجه إلى مرحلة البناء من خلال يعني العمل العربي، تعزيز العمل العربي المشترك. طيب دكتور فيصل، ما هو مطلوب اليوم من الوطن العربي لينخرط بشكل فعال في سياق كل هذه التحولات الدولية؟ نعم أستاذ، يعني طرحت سؤال وجيه جدا. لماذا اليوم يعني أحزان المواطن العربي لا تنتهي والوطن العربي يزخر بهذه المقومات وبهذه المقدرات البشرية الهائلة من طاقات وكفاءات وكذلك من يعني من 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 خيرات وثروات زراعية ومعدنية وإلى ذلك؟ اليوم الجزائر حاولت في القمة، اليوم قمة 32 هي تتمة للقمة 31، لأن مخرجات أو البيان الختامي للقمة 31 كان أسس لنفس اليوم لنفس المخرجات، وبالتالي كانت الجزائر رافعت المقاربة الجزائرية والدبلوماسية الجزائرية رافعت لأن تكون الوطن العربي، يكون هناك تكامل عربي، يكون هناك يعني اندماج عربي إن صح التعبير، حتى يكون في منأى عن التجاذبات الدولية ويكون في منأى عن التجاذبات. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك بالفعل متجهين للقطبية وتعدد الأقطاب، لكن في المقابل نكون بعيد عن الاستقرار، لأنه إذا كان بعض الدوائر تنأى بنفسها إلا أن تتكتل ضمن الوطن العربي، هذا يحول دون الاندماج العربي. الجزائر رافعت دائما لأن يكون هناك وحدة الصف العربي، تكون هناك اندماج عربي، تكامل عربي من الناحية الاقتصادية والسياسية. إذا كان هناك يعني رص الصفوف العربية، نكون يعني يكون هناك قوة اقتصادية، يكون هناك دعم، يكون هناك اندماج حقيقي. وبالتالي لا بد يعني اليوم الوطن العربي أن ينأى بنفسه وأن تكون كل المؤسسات العربية أو السياسة العربية إن صح التعبير تكون في هذا التوجه، في هذا المنظور الذي انتهجته المقاربة الجزائرية وحاولت أن تؤسس له ضمن مخرجات القمة 32. طيب دكتور محمد حسن دواجي، كآخر نقطة وجزئية في حوارنا اليوم، الحديث أيضا والتأكيد على حتمية إصلاح وعصرنة العمل العربي المشترك وفق منهج جديد يتجاوز المقاربات التقليدية ليضع في صلب أولوياته انشغالات وهموم الوطن العربي، كيف يمكن أن يتحقق ذلك؟ كيف يمكن الذهاب إلى إصلاح وعصرنة العمل العربي المشترك حتى يتم الاهتمام بهموم المواطن العربي اليوم؟ يتم ربما تطوير أو إصلاح العمل العربي المشترك بالخروج من قوقعة الاجتماعات الدسمة والبيانات التي ليس لها وجود في الميدان. الجزائر دعت منذ قمة الجزائر إلى تنفيذ مخرجات القرارات العربية وتحويلها إلى خطط واقعية في الميدان. الجزائر نادت اليوم من خلال رسالة رئيس الجمهورية بحتمية العمل على العمل الاقتصادي العربي، إنشاء منظومة اقتصادية
عربية استعمال أو يعني تفعيل عمل الصناديق العربية ضمن الجامعة العربية لحل المشاكل، حل مشاكل الدول العربية التي تعاني في ظل هذه المرحلة التي تشهد أزمة اقتصادية عالمية. الجزائر تدعو إلى الاهتمام أو الخروج بالعمل العربي إلى الدراسات العلمية، الجزائر تدعو إلى الاهتمام ب. طيب دكتور محمد حسن دواجي، نعتذر إليك لضيق الوقت، شكرا لك، كنت معنا، شكرا لك على كل ما قدمته في عدد اليوم. دكتور عبد المالك بالغربي أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا اليوم، شكرا لك. أيضا دكتور فيصل المقدم أستاذ القانون الدبلوماسي والعلاقات الدولية، شكرا لك على كل ما قدمته في هذا العدد. إذن مشاهدينا على فاضل، إلى هنا نصل لنهاية عدد اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.